مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، في الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بشمال الوطن عدا تشكل بعض السحب الرعدية. فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية ستمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن بالصحراء الوسطى، ستكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 درجة بشمال الصحراء، 32 بتندوف وحتى بإن صالح، 33 درجة بأدرار، 30 بإليزي أقصى الجنوب الجزائري، تقارب 24 إلى 25 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيدي. أما ظهيرة الغد بحول الله الحرارة القصوى ستبقى دائما في استقرار، لن تتعدى إذا 31 درجة بعنابس كيكدا، 33 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بوهران مستغانة، 36 بتيزي وزو، 34 درجة ببتلة، 33 درجة بقسنطينة الصيف والبيض، 38 بغليزه شلف ومعسكر، لن تتعدى 42 بشمال الصحراء، 45 درجه بتندوف، 46 درجه بادرار، ان صالح 37 الى 39 درجه بتمنراست وجان التي تقارب 44 درجه كلما اتجهنا نحو اقصى الجنوب الجزائري. البحر نهار الغد سيبقى هادئ لكن هذا على السواحل الغربيه، سرعه الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعه، لكن البحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقيه بالرغم ان سرعه رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا وعشر دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.